هناك من يستدل بكلام لشيخ الإسلام وفيه أن الذي يفتي في مسائل الجهاد هو الذي يكون في موقع الجهاد. أن الذي يفتي في مسائل الجهاد هو الذي يكون في موقع الجهاد ويعرف الحال ويقول العلماء هؤلاء يفتون في مسائل خارج البلاد وهم لا يعرفون الحال، فنحن نأخذ أحكام اجتهاد الذين يكونون في الساحة، فما رأيكم في ذلك؟ هل الذين في الساحة علماء؟ العلماء يؤخذ رأيهم في الساحة وخارج الساحة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيؤخذ رأي العلماء في أي مكان، في الساحة وفي غير الساحة. والذين في الساحة هل هم علماء أو من المسلمين فقط وجهال؟ ما هو هذا كلام صحيح. وكثير من الشباب يقطعون من كلام العلماء ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم، يأخذون بعض الكلمات ويقطعونها عما قبلها وعما بعدها ومن السياق، ويقولون قال فلان كذا وكذا. يا أخي يؤخذ كلام العلماء في أي مكان، إذا كانوا علماء صحيح يؤخذ كلامه في الجهاد وفي غيره. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، سواء كانوا في الساحة أو خارج الساحة. أما إذا كانوا جهالا فلا يؤخذ كلامهم لا في الساحة ولا خارج الساحة. نعم.